جد أهدى حفيده نور عينيه. ياسر عادل هو أحد طلاب الأزهر في القاهرة، وهو كفيف منذ الولادة، تعهد جده برعايته طوال سنوات عمره. فقد طلق والده أمه منذ أن كان ياسر بعمر 3 أشهر، ولا يعرف شيئا عن ابنه. طبعا أتحدث عن الأب. فكان الجد أحمد بدوي سندا لياسر في كل أموره وفي سنوات دراسته، حتى وصل إلى الثانوية العامة. حرص جده على تحفيظه القرآن بعد أن لاحظ حفظه السريع لما يتلى عليه. أنهى ياسر الثانوية العامة فوقع اختياره على كلية أصول الدين بالأزهر، لكن المشكلة ظهرت عند التسجيل بأن الجامعة لا توفر مرافقا للطلبة المكفوفين، وعلى الأهالي تحمل هذه المسؤولية. الجد كهل سبعيني وأصبح لديه مهمة يومية جديدة، يصطحب حفيده إلى الجامعة، ينتظره حتى ينهي محاضراته، ثم يعود به إلى المنزل. انتشرت قصة الجد وياسر على وسائل التواصل بعد أن التقط شخص صورا لهما أثناء توصيل الجد حفيده إلى الجامعة. الجد يقول إنه لن يبخل على حفيده بشيء حتى يكمل مشواره التعليمي. صرت معه في حال، يعني أنا كل جهدي ومجهودي إن أنا الولد يوصل ويتعلم حاجة تنفع بعدين. بإذن الله مش هسيب ياسر إلا لما يحفظ إن شاء الله ويتعلم وياخذ شهادة. الدولة الستر إن شاء الله والبركة فيكم، وأنا عاوز حاجة توصلني بس وتوديني عشان أكمل تعليم ياسر. أما بالنسبة لياسر الطالب الجامعي فهذه كانت أمنيته. لما شفت صوتي عرفت لي ياري، شفت لي فرحت بي والله العظيم. أنا محتاج تعليمي ومحتاج حد يذكر لي، فأنا محتاج منكم أنا محتاج حد يذكر لي ومحتاج حد يكتب لي في الامتحان.